واختاريتو شكون اللي غادي يربح موسم الثامن من برنامج الكوميديا واكتشاف المواهب الكوميديا ستاند اب على الاولى. ونذكر باللي الجائزه تتبلغ القيمه ديالها 20 مليون سنتيم، ولكن الجائزه قيمتها اكبر من هادشي بكثير. ربحوا صداقات، ربحوا بزاف ديال الحاجات تعلموها، ربحوا انهم يتعاملوا مع الجمهور والشاشه. وهذه بدايه مشوار، متمنياتي لكم بكل التوفيق. تصفيقاتكم للمره الاخيره لبصل عليوة سمية أميمة وسفيان، تصفيقاتكم لأنور خليل رشيد رفيق سعيد وديع وياسين عبد القادر. المغاربة صوتوا واختاروا شكون الفائز أو الفائزة بلقب ستاند اب لهذا الموسم. محمد لبصل الفائز ستاند اب هذا الموسم، ألف مبروك لبصل، الحلم يتحقق، نهاية الموسم الثامن من ستاند اب. شكرا لأنكم تابعتونا، نخليكم مع أجواء الاحتفال بلبصل. شكرا ليتكم زينة.